السلام عليكم الأصدقاء الخوت، مرحبا بكم في تحليل الكانتي ديال المساء اللي غيكون في الدوفيل مع 26 دقيقة. بالنسبة للخوت 13 عاود كاين الاودو تقريبا كيرليز رقم واحد، راه ربحهم آخر كورسة في الريكلام إلى المرأة 10 ب 51 كيلو، عطاو 56 كيلو. كاين بنجامان ماريي، كاين مادموزيل سانتياغو، هيغو بيت بوتان، ماكس غيون، كاين الرقم 6 كورتالون، باشيلو رقم 7 برانكا، فيت اتونسيون من هاد العود، في اتونسيون من هاد الجوكر برانكا، لوميتر مينديزا مال نومي روسو، ومادموزيل صوفيا شويت هي غادي تمشي على الرقم 13. بالنسبة لخوت البرونوستيك الاخوان، كاين 7-3 والواحد و13 والخمسة و12، 6 ديال الخيل ديال لي فافوري تيكون ناقصهم شي حاجة كاينة هنايا، بامبا جيا، وكاين الكات اسكوت فور ايفر، وكاين السيس هانتين جرين دو، وبيتشي توتناي ديليسي غيكون عند الرقم 9. دي بروميير ريكلامي، بروميير ريكلامي 2 5 6 7 8 13. غنمشيو عند اول عود، هو الان لونترينور مزيان عنده، كان دار واحد لا فيكتوار في الريكلامي، من بعد كان داير ويتيام توفيل في الريكلام، يعني كان جاي خاسر وجاي يضرب لاكان ديالو، ولكن كانت 24 كان عفوا كان ربح ودار ويتيام في 24، طاو 23 دار لاكان ديالو. بالنسبة للاكان ديالو هي هادي ب 51 كيلو، ولكن 24 شكون هذا اللي مشى معاه في 24؟ كان مشى معاه ليتل ووندر، ليتل ووندر هو اللي كان مشى معاه نورمالمون، ليتل ووندر هو اللي خصو يجي، كان مشى فافوري دار دوزيام، يعني الان ربما غادي يخسر، تنظن ان الان هنا يخسر كما كنشوفو هو مول الخضر اللور، يعني تراجع بزاف، كان بلاصة معاهم الرقم تنظن الرقم 3 ليتل ووندر هو اللي بلاصة معاهم في الريكلامي، تنظن الان ربما غادي يخسر الان. بالنسبة للرقم 2 الإخوان بنجامين ماغي عاود يكون في البروميير ريكلامي، جاري في 27,000 أورو، خاسر خصو يكون حاضر هذا الرقم 2. الرقم 3 خصو يلعب واللي كان دار وجا مشى من دوفيل، مشى ليو لاسوا، مشى البورنوشيت لابول، مشى ليو لاسوا ريكلامي، تيبقى خوت داخل في البرونوستيك الرقم 3، يعني 3-7 نورمال مو يقدر يطلع فيهم. اسكوت فور ريفر، هيغو فينيير عاود تنظن عنده كورسة واحدة في الريكلامي، هو باسكال ادا تا هو غيكون من ابرز لي توكار، ماكسيم غيو عند دابريزم لوريجين ديالو، لان دابريزم راه عاود في المستوى، يكون بروميير ريكلامي هاد العود جاي من دوفيل 1500 5. الرقم 6 ايريك ليبود بروميير ريكلامي، مي الجوكر بالليا بعيد شوية، 7 غادي يمشي فافوري بروميير ريكلامي في الكانسورمير. بالنسبة للويت ما نقدرش نفرطو في هاد الويت، سيزيام ويتيام، وتنظن الرقم 9 غادي يكون عند اورليان لوميتر باردالينو، 3 ديال لي كورس، 3 ديال نو بلاسي، خسر في الشونتيلي، وانا غادي ناخد العود اللي خاسر في الشونتيلي، يعني غادي ناخد هاد العود ديال ماركوس نياس، وربما وقع له هو الديليسي على ما اظن، كنظن هو الديليسي اورليان لوميتر، وغادي نشوفو شكون هو هاد العود اللي ديليسي عند الجيني كورس، الى كان ناف ربما راه هو الاوتسايدر، وي هو الاوتسايدر تنظن اورليا لوميتر 3-0، ودار دار اول تجربة ديالو في الريكلامي في شونتيلي، يعني ما جاش، دونك تحول الدوفيل، يعني غادي يكون مهم. اللي شاك فيه كفري به، اللي شاك فيه كفري به، غادي نمشيو عند لوديس، لوديس توزناي يوري من دزاباك بروميير ريكلامي تنظر في الدوفيل، عنده ريكلامي في سان كلود، رقم 11 نومي عنده الريكلامي في 12,000 أورو، تبقى عاود شوية بعيد. بالنسبة للدوز كذلك ليندي أليكس بانتال، ريكلامي
واخر عود هو الرقم 13 باش نخرجوا بواحد 13 حتى هو بريمير ريكلامي جاي من اليولات. دونك غادي يكونوا بزاف ديال الاختيارات، بزاف ديال الاختيارات، وكنتمنى يكون الاختيارات في المستوى حتى حتى الصفحة ديال الجيني كورس كانت مشات لينا معليش. وغادي نمشيو لعند الكورس اللي فيها 13 عاود، كان فيه 13 عاود. على كل حال الخوت غادي ناخدو الدو والطروا والكات والسانك والست والويت والنف والطريزين. كاين اختيارات دو طروا كات سانك ست ويت نف تريز. تنظن ان ويت شوفوا الاخوان، وتنظن ان الاوتسايدر تنظن ربما هو لو متر غادي يمشي ب 15، والويت غادي يمشي ب 21، والربعه غادي يمشي ب 24، وتنظن تريز غادي يمشي ب 8. تنظن الخوت في 8 ديال الخيل غادي تكون لاريفي 7 3. تنظن وغادي نشوفوا ربما غادي نقدر نشوفوا حتى ربما غادي نشوفوا حتى بقاو معايا الاخوان، غادي ندخل للتليفون الاخر اللي غادي نشوف فيه الباريتيف. الباريتيف الخوت غتلعب دور كبير. عفوا الاخوان، ربما ما موجدتهاش الباريتيف في الدوفيل ديال الباريتيف. غادي نشوفوا الباريتيف، لان الربعه الاولين خدوا منهم جوج، الربعه الاولين خدوا منهم جوج، لان دوفيل 13 عاود. تنظن اينا كورسا كاتريام كورس، كاتريام كورس غادي نمشيو لكاتريام كورس، كاتريام كورس رينيو كات، كاتريام كورس، كاتريام كورس. نعم الاخوان، ريكلامي برونوستيك، الربعه الاولين ديال هي 3-1-7-5، 3-1-7-5، جوج ديال اللي يشوفوا هنايا 3-1-7-5. دونك الا جات 3 غيجيب معاه الخمسه، ولا جات 7 غيجيب معاه الخمسه. تنظن ان 3-7-5 هما اللي غيكون فيهم الحي، الواحد ربما غيخسر. يعني 3-7-5 خذوا منهم جوج وسيروا عند اللي يشوفوا الاخرين. هادشي الخوت اللي نقدر نحكم عليه. تحياتي لكم ومع السلامة.